حول الموضوع انضم لنا عبر سكايب من عين عيسى السيد مصطفى باري مدير المركز الإعلامي لقوة سوريا الديمقراطية. أستاذ مصطفى مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن الأنباء تتحدث عن 10% فقط هي النسبة التي لا تزال في يد داعش في الرقة. أولا إلى أي مدى هذه النسبة دقيقة؟ وثانيا ما آخر تطورات نتحدث عن سيطرتكم وسيطرة قواتكم على مقر قيادة تنظيم داعش بالرقة؟ نعم، مرحبا بكم بمشاهديكم. حقيقة أعلنت الناطقة الرسمية لحملة غضب الفرات القيادية جيهان شل أحمد ما نسبته 83% من مدينة الرقة محررة، ونسبة 17% المتبقية هي ساحة قتال بين قواتنا وبين مرتزقة داعش. الأخبار التي تتحدث عن تحرير المبنى الذي كان يستخدمه المرتزقة كمبنى قيادة وإدارة صحيح هذا الخبر، استطاعت قواتنا استكمال تحريره في الأيام القليلة الماضية. المعارك ما زالت مستمرة. عندما نقول المعارك ما زالت مستمرة نحن نتحدث عن محيط المشفى الوطني ومحيط الملعب الأسود وحديقة سبع نيسان والأحياء المحيطة بهذه المرافق العامة. هذه الأحياء ما زالت إذا صح التعبير عصية على اقتحام، بما أن المرتزقة متحصنين ويتخذون من المدنيين درع بشرية، بالإضافة إلى كونها مرافق عامة تحاول قواتنا قدر الإمكان تجنيبها القصف بالأسلحة الثقيلة سواء القصف الجوي أو القصف المدفعي. هذا يعتبر من أهم التحديات التي تواجه قواتنا الآن داخل أحياء الرقة. اليوم في اليومين الماضيين كان هناك ضحايا مدنيين المرتزقة استهدفتهم بأسلحتها، عدا عن الألغام والمفخخات والتسللات من الخطوط الخلفية، كما قد تابع الرأي العام البيان الذي أصدرناه حول تسلل المرتزقة في أحياء المشلب وقرية الرقة السمراء في الجهة الشرقية لمدينة الرقة. نعم، وتسللها من المناطق التي كانوا تسيطر عليها قوات النظام السوري من الضفة الأخرى لنهر الفرات. هذه الأمور كلها تشكل تحديات بالنسبة لقواتنا. طيب، التحدي الأكبر هو تحدي المدنيين، وكما قلت هناك ضحايا حتى سقطوا في صفوف المدنيين. 17% فقط هي ما تبقى من مدينة الرقة بيد داعش، لكن الخطة الآن الموضوعة فيما تتطلبه المرحلة الحالية من المعركة بالنظر إلى هذا التحدي الأكبر لمحاولة مساعدة المدنيين على الخروج. نعلم بأن داعش في الفترة الأخيرة أو التخبطات الأخيرة في أي معركة لا يوفر شيء من ممارساته الإرهابية لكي يقوم به في يلتقط به أنفاسه الأخيرة إن صح التعبير. خطتكم لمحاولة إنقاذ المدنيين؟ نعم، حقيقة نحن عدا عن العمليات الخاصة التي تنفذها وحداتنا الخاصة من خلال التواصل مع المدنيين، مع من يمكن أن يتسلل عبر معبر هنا أو ممر هناك، وتنويع هذه المعابر والممرات والمخاطرات التي تقوم بها وحداتنا الخاصة لإنقاذ المدنيين هنا وهناك. كقوة سوريا الديمقراطية نحن جاهزون لأي إجراء يمكن أن يجنب المدنيين ويلة هذه الحرب، ليس فقط في الرقة، في أي منطقة من مناطق خطوط تمازنا سواء مع التنظيم الإرهابي داعش أو حتى مع باقي الفصائل الراديكالية. وبالتالي نأمل خيرا بجهود أبناء العشائر والوجهاء الذين يمكنهم أن يساعدوا في هذا الإطار ويتعاونوا معنا لتجنيب المدنيين وإجلائهم من مناطق الاشتباك ونقلهم إلى أماكن آمنة ريثما تضع هذه الحرب أوزارها. لكن عموما نحن لا نتحدث عن حالة مثالية، نحن نتحدث عن اشتباك مع تنظيم إرهابي كما قلتم لا يوفر أي شيء في سبيل في معاركه، وبالتالي ليس لديه مقاييس أو قيم أخلاقية يلتزم بها لكي نستطيع أن نحاكمه وفقها ونتواصل معه وفقها للاتفاق. نعم، على تجنيب المدنيين هذه الورث. شكرا لك على هذه المداخلة معنا من عين عيسى عبر سكايب. كان معنا مصطفى باري مدير المركز الإعلامي لقوة سوريا الديمقراطية.